شركة هواوي الصينية العملاقة في مرمى استهداف إدارة ترامب. فالمجموعة الأمريكية جوجل علقت التعامل مع هواوي. الإدارة الأمريكية خلصت إلى إضافة الشركة إلى القائمة السوداء. زعيم البيت الأبيض يرى أن الوقت حان للتعامل بشكل عادل مع بلاده. كل شيء بالنسبة لسيد البيت الأبيض يدخل في ميزان الربح والخسارة النقدية. هواوي خطر على الأمن القومي الأمريكي، هذا قرار واشنطن. وأي شركة أمريكية ترغب بالتعامل مع هواوي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقا. شركة جوجل الأمريكية لن تسمح لهواوي استخدام أي تقنيات غير مجانية، حتى تطبيق الجيميل من قائمة المحظورات، ولن يكون متاحا لمستخدمي المنتج الصيني. كندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا أكدت عدم تبعيتها لقرارات ترامب، وستتعامل مع هواوي بما يتناسب وحاجة أسواقها وتطلعات مواطنيها. هواوي قالت أنها عدت العدة مسبقا ولديها تطبيقات خاصة بها. الشركة ترى أن القيود هذه غير منطقية وتعد انتهاكا لحقوقها. استطاعت شركة هواوي الوصول إلى مستخدم واحد من بين 5 مستخدمين عبر العالم، متقدمة على آبل الأمريكية. القيود الأمريكية الصارمة اليوم لا يمكن سلخها من حروب تجارية يقودها ترامب، حروب تستهدف عدة دول تمثلت بفرض ضرائب باهظة على أي منتج أجنبي يدخل الأراضي الأمريكية.